لا تزال الصور اللي نشرتها المخرجة ريما الرحباني واللي ظهرت فيها والدتها السيدة فيروز مع نجليها هيلي والفنان زياد الرحباني عم تتصدر الترند ونالت ملايين التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي. الموسيقى بأسبوعها العالمي كان لها طعم آخر ببيروت وتحديدا مقابل صخرة الروشة، وتلفزيون لبنان كان حاضر مع الموجودين. الموسيقى اسمها أراب سول، هي اكشلي اول مقال طلع عن موسيقتي هن سموها أراب سول، وصار كذا شخص يسميها أراب سول قبل ما استوعب انه بركي هيدا احسن اسم لاقيه. أراب سول وشو بستوحي منه، يعني كلنا ربينا بلبنان، بعتقد ما ربينا عن نوع موسيقى واحد. بتصريح اقل ما يقال عنه انه ظالم، قالت وزيرة الثقافة السورية لوبانا مشروح انه الفنانة اللبنانية العالمية هبة طوجة والمؤلف الموسيقي الكبير أسامة الرحباني سيمنعان من الغناء في دار الاوبرا السورية طوال حياتهم. طوجة يلي وقفت على اعظم واهم مسارح العالم كانت اكدت اعتذارها بوقت سابق عن حفلة بسوريا ورفضت اقحامها بالسياسة. افتتحت الفنانة كريستينا حداد موسم الصيف بحفل بمنطقة دهور الشوير، حيث أطلت بفستان يتناسب مع روعة وطبيعة المكان يلي بيحاكي الماضي والزمن الجميل. النجم ميشيل صوايا بدوره افتتح موسم الصيف بسلسلة حفلات بمنطقة زحلة وسط حضور مكتمل العدد نهارا وليلا، ويقدم أجمل الأغنيات يلي عم تخلق أجواء حلوة لللبنانيين يلي هن بأمس الحاجة لها بهيدي الظروف. نالت الشابة اللبنانية دونيز أبو شبكة نسبة مشاهدة عالية لفيديو نشرته هي عم بتأدي إحدى أغنيات الفنانة العالمية سيلين ديون بصوت بيبشر بمستقبل كبير لهذه الشابة اللبنانية. Je voudrais